ولله الحمد سعداء بفصل كل من عبد الله وسلمان منذ لحظات، وكما ترى لأول مرة هما على سرير منفصل. كل المراحل مرت ولله الحمد كما خطط لها بيسر وسهولة وباستقرار، ووضع المؤشرات الحيوية للتوأم ولله الحمد جيدة، والفريق الطبي ولله الحمد سعيد، وكذلك يشارك الوطن هذه الفرحة ويرفع تهانيه لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، وإلى مقام ولي عهده الأمين وإلى أفراد الشعب. عملية جراحية لفصل التوأم السيامي أجريت في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض. هذه المرة كان الحدث مختلفاً، إذ تم نقلها على الهواء مباشرة. العملية التي بدأت صباح الجمعة للتوأم السعودي عبد الله وسلمان استغرقت نحو 10 ساعات بحسب الفريق الطبي الجراحي لعمليات فصل التوأم الذي يقوده وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيع المتمرس في إجراء مثل هذه العمليات. 8 مراحل استغرقتها العملية الدقيقة، إذ بدأت بمرحلة التخدير الكامل ثم إلى تهيئة الجهاز الهضمي، لينتقل بعدها الفريق الجراحي إلى مرحلة الإعداد والتجهيز. عملية الفصل جاءت في المرحلة اللاحقة، وفيها فصل الكبد والأمعاء، ثم فصل الجهاز البولي لأحدهما ليجرى بعد ذلك ترميم الأعضاء. وفي نهاية كل ذلك ننتقل إلى المرحلة النهائية التي يغطى فيها التوأم وينقل إلى غرف العناية. وكشفت الفحوصات الأولية التي أجريت للتوأم إمكانية فصلهما بنسبة نجاح تصل إلى 70%. هذه العملية التي تعد من العمليات النادرة في العالم شارك فيها أكثر من 30 طبيبا وفنيا متخصصا، وهي العملية 31 خلال 2 عقدين من الزمن في السعودية، والتي بدأت في عام 1991 لتوأم سعودي من الإناث. العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تابع آخر إجراءات العملية الجراحية، وقبلها أشرف على الاستعدادات الطبية للعملية التي وجه إلى إجرائها في وقت سابق. بشاير المطيري، العربية.